السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنتم أول مرة تشاهدوا هذه القناة ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، زر الأحمر اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا إن شاء الله دائما بالجديد ديال الموديلات جلابة والقفطان المغربي. اليوم عندنا جلابة للبيع، ما تنسوش تضغطوا على زر الاعجاب زر لايك باش نكون ان شاء الله دائما نشارك معكم الجديد ديال الموديلات الجلابه والقفطان المغربي. اليوم عندنا الجديد ديال الجلابه للبيع، كما كتشوفوا هذه جلابه بالثوب ديال الكريب مخدومه بالتنبات، التنبات ديال العقيق بالحجر المهرس، ثوب راه ديال الكريب، كريب دوسوا حرير فصاله ايفازي كما كتشوفوا. الفصاله ديالها راه جلابه ايفازي منبته بالعقيق، عقيق الحجر المهرس. بالنسبه لهاد الجلابه هذه بالثوب ديال الكريب، الى عجبتك الجلابه هذه غتاكدي من العبار ديالها، غادي نشدوا لها العبار دابا. الا كان العبار كيناسبك تواصلي معنا في الواتساب، التوصيل راه داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك السلعه حتى للدار. غندوزوا للعبار ديال هاد الجلابه هذه. بالنسبه للثمن ديال الجلابه هذه كتبقى ب 700 درهم، دايره 14000 ريال تقريبا 70 اورو. الكتاف عندنا في الكتاف 44 اونص، 44 اونص في الكتاف. عندنا في الكم الطول ديال الكم عندنا 58، 58 في الطول ديال الكم. عندنا في الصدر، الصدر عندنا 30، وعندنا في ليونش عندنا 36 في ليونش، والطول الطول عندنا مترو، الطول مترو و38. الا كان كيناسبك هذا العبار هذا وعجبتك الجلابه هذه تواصل معنا في الواتساب، الارسال راه داخل وخارج المغرب. كما كتشوفوا الجلابه هي هذه جلابه ايفازي، عندنا هاد الجلابه حتى هي مخدومه بالرنده بالثوب ديال الكريب، ثوب حرير، ثوب ديال الكريب مخدومه باللوان باللوينات، الفصاله ديالها راها ايفازي، فصاله ايفازي مخدومه بالرنده، خدمه راقيه ورائعه. الثوب ديال الكريب دوسوا حرير. الى عجبك هاد الجلابه هادي غادي تاكدي من العبار وتواصلي معنا في الواتساب. كما كتشوفوا العبار ديال هاد الجلابه عندنا في الكتاف 42، الكتاف عندنا 42، عندنا في الطول ديال الكم 58، وعندنا في الصدر 30، عندنا في ليونش، عندنا في ليونش 30، سير عندنا في الحوض 30، والطول في الطول عندنا متر و30. الثمن ديال هاد الجلابه هذه كتبقى ب 750 درهم، 750 درهم يعني تقريبا 75 اورو. مخدومه بالرنده بالليد، ثوب ديال الكريب دوسوا حرير، التوصيل داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك السلعه حتى لعندك. عندنا هاد الجلابه هذه بالثوب ديال الكريب، كريب دوسوا حرير مخدومه بالطريزات فصاله مخزنيه، طريزات عند الكمام كما كتشوفوا، الطريزات عند الكمام خدمه خفيفه. التوصيل كما قلنا راه داخل وخارج المغرب، فين ما كنتي كتوصلك السلعه حتى لعندك. الى عجبتك الجلابه هذه غادي تاكدي من العبار وغتواصلي معنا في الواتساب. بالنسبه لهاد الجلابه هذه مخزنيه، يعني كتلبس في الكتاف يعني طايد ستاندر. عندنا في الصدر 32، وعندنا في ليونش 33، وعندنا في الطول الكلي، في الطول الكلي عندنا مترو و28. بالنسبه للثمن ديال هاد الجلابه هذه
هذه كتبقى ب 500 درهم، يعني تقريبا 50 اورو، 500 درهم يعني 50 اورو. عندها طريزات في الكمام، في صالة ديالها مخزنية، توب كريب دو حرير دوسوا، توصيل داخل وخارج المغرب. عندنا هذه جلابة حتى هي بالتوب ديال كريب، يعني طاي كبير، يعني تلبس دوبل اكس ال و 3 اكس ال. طرزات كما كتشوفوا عندها طرزات في الجناب، الطرزات ديالها هما هادو، عندها طرزات في الجناب، يعني مخدمة راقية ورائعة. عندنا حتى طرزات في الكمام، طرزات كاينين في الكمام، يكون على الطريزات في الكمام. الى عجبتك الجلابة غتأكدي من العبار وتواصلي معنا في الواتساب. بالنسبة للثمن ديال هاد الجلابة هادي كتبقى ب 700 درهم، يعني 75 اورو، طاي كبير، توصيل داخل وخارج المغرب. بالنسبة للعبار ديال هاد الجلابة هادي، عندنا في الكتاف كتاف 46، عندنا في الطول ديالكم، الطول ديالكم عندنا 57، وعندنا في الصدر، في الصدر عندنا 36، عندنا في لي هونش عندنا 37، وعندنا في الطول، في الطول كاينه مترو 35. كما قلنا توصيل داخل وخارج المغرب، يعني فيما كنتي كتوصلك السلاح حتى لعندك. الثمن ديالها 750 درهم، يعني 75 اورو. عندنا هاد الجلابة هادي حتى هي بالتوب ديال الكريب، جلابة بالتوب ديال المليفة، هادي المليفة الاكسترا سبيسيال. كما كتشوفوا عندها الطرزات كيجيو في الكمام وكيجيو في القب، يعني الموديل ديالها راقد ورائع، يعني الطرزة باقا جديدة. ومنبتناها بالعقيق من هنا، هذا بالعقيق بالحجر طويل وبالزمرد، توب ديال المليفة، المليفة الاكسترا سبيسيال. يعني هاد الجلابة هادي، هادي الثمن ديالها كتبقى ب 65 درهم، 650 درهم، الثمن ديالها 650 درهم، يعني 65 اورو. التوب ديال المليفة، المليفة الاكسترا سبيسيال، طرزات عندها في القب وعندها في الكمام ومنبتة بالعقيق. إلا عجبتك الجلابة هادي غتأكدي من العبار وتواصلي معنا في الواتساب. بالنسبة للعبار ديال هاد الجلابة هادي، عندنا في الكتاف، الكتاف عندنا 38، كتاف 38، وعندنا في الطول ديالكم 56، عندنا في الصدر، الصدر عندنا يعني 27 اونص، وعندنا في الحوض لي اونش عندنا 32، عندنا في الطول، الطول عندنا مترو، مترو وربعة وثلاثين، يمكن تزاد في الطول او تنقصي منه. توب راه ديال المليفة، المليفة الاكسترا سبيسيال، يعني كاليتي مزيانة ديال المليفة، فصالة راه ايفازي، طرزات عندها في القب وفي الكمام، طرزات ديالها هما هادو في القب وفي الكمام. الثمن ديالها دايرة 650 درهم، يعني 65 اورو، توصيل داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك السلعة حتى لعندك. المحل عندنا راه كاين في مدينة سيدي بنور، عندنا موديل واحد اخر، عندنا جلابة حتى هي بالتوب ديال المليفة، التوب ديال المليفة الاكسترا سبيسيال، مطروزة بالطرز الرباطي، طرزات عندها في الصدر وفي الكمام. الى عجبك الجلابة هادي غادي تتأكدي من العبار، شوفي العبار ديالها واش كيناسبك ولا لا، وتواصلي معنا في الواتساب. كما كتشوفوا في الصاله ديالها راه ايفازي. بالنسبه للعبار ديال هاد الجلابه هادي، هذه عندنا في الكتاف 43، عندنا في الطول ديالكم 53 اونص، عندنا في الصدر 30، وعندنا في ليونش في الحوض 31، وعندنا في الطول الكلي، عندنا في الطول الكلي مترو
يعني مترو 29، ويمكن تزاد توصل المترو حتى المترو 40 في الطول ديالها. الثمن ديال هاد الجلابه هادي كتبقى ب 600 درهم، يعني 60 اورو، 600 درهم اللي دايره هاد الجلابه هادي. توصيل داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك السلعه حتى لعندك. كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تخرجوش علينا بالضغط على زر الاعجاب، زر لايك، باش ان شاء الله دائما نشارك معكم الجديد ديال الموديلات. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائده على الجميع. شكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.